يقول دائما أجد آثار البول في سراويل الداخلية وأنا أجتهد في تفريغ المثانة عند التبول، فهل يجوز لي أن أصلي إماما بالناس إذا كنت قارئا لكتاب الله؟ إذا تأكدت أن هذا بول، تأكدت أنه بول، يجب عليك غسله، ولا يجوز أن تصلي بسروال أو ثوب فيه نجاسة، يجب عليك غسله، ولا يجوز. ما هو بالمسألة الإمامة فقط، المسألة صحة صلاتك أنت، أنت صح وأنت لابس للنجاسة، فعليك أن إذا تأكدت أنه بول عليك بغسله، تطهير أو استبداله بثوب طاهر للصلاة، سواء كنت إماما أو مأموما. أما إن كان المسألة مجرد شك، ما في يقين وإنما هو شك، فالأصل الطهارة والحمد لله. نعم.